السلام عليكم، وعليكم السلام. طيبين، معكم هوكم سلمان اوري بلاير. في هذا الفيديو جايب لكم لعبة تايتن فول. هذه اللعبة بعض المطورين منها هم نفسهم اللي كانوا في انفينيتي وورد على ايام، يعني هم نفسهم اللي طور كود فور. فيوم سمعت هذا الخبر تحمست شوي، لان انا من الناس اللي يموتون في شيء اسمه كود فور. يعني اقدر هذه اللعبة، احترمها هذه اللعبة، لان كانت هي احسن كود، تقريبا احسن كود. المهم، فبعد ما شفت الجيم بلاي والتريلر هذه اللعبة عجبتني مرة. صحيح انه يعني هي يعني جايبينها انه هذه اللعبة يعني في المستقبل، زي ما شفنا اسلحتهم، طريقة التحكم في اللعب، طريقة كيف يعني انك مثلا تدخل زي الروبوت الكبير تتحكم فيه. هذا كله يعني ما تشوفها يعني ما تشوفها الان، بس راح تشوفها يعني في المستقبل. يعني كيف يعني هم اكثر يعني كيف اكثر تطور من بلاك اوبس 2، يعني لان بلاك اوبس 2 هي اللعبه الوحيده اللي جابوا شيء يعني من المستقبل. لكن يعني بلاك اوبس 2 مقارنه بتايتن فول ولا شيء، من ناحيه الاسلحه ومن ناحيه التطور. صحيح ان انا ما حبيت هذا الشيء في بلاك اوبس 2 او في كول اوف ديوتي، بس هذه اللعبه يعني تفرق كثير عن كول اوف ديوتي. بس اتوقع انها يعني كيف راح يعني راح تنافس كول اوف ديوتي اذا 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 نجحت يعني المبيعات، او اذا صارت المبيعات كثيره يعني على هذه اللعبه. اتوقع انها راح تنافس كول اوف ديوتي بشكل طبيعي يعني وبشكل سهل لها. من الجيم بلاي صراحه مره تحمست، يعني هذه من الالعاب اللي ان شاء الله راح اشتريها مهما يصير. في العاب كثيره يعني ورنايها في اي 3 وكانت مره بايخه او يعني مو بنظامي، لكن هذه من الالعاب اللي اثبتت لي انها لعبه يعني ممتازه، لعبه بامكان انك تستانس، خاصه انه في حاجات كثيره تتحكم فيها. يعني تحسس انك يعني زي باتل فيلد، تحسس انك انت قاعد في فيلم وقاعد تلعب في هذا الفيلم، فهمت كيف؟ عشان كذا هذه الالعاب انا اتحمس معها واستانس عليها. المهم، انتم ايش رايكم في هذه اللعبه؟ الناس اللي شافوا اي 3 او شفتوا تريلر او الجيم بلاي، اتمنى تعطوني رايكم في الكومنت سكشن. تعطون تحت وش اقول تحطونها يعني تحت في الكومنت سكشن. واشوفكم فيديو جاي. كان معكم سلمان اوري بلاير. مع السلامه.